خصوصا ان اللي جايين دول اتصرفوا بطريقة ما تيجوا نشوف. بعد اذنك الحساب لو سمحت. حساب؟ 62 جنيه ونص. غريبة يعني، امتى بدري قبل الاكل يعني؟ اصل حضرتك انا غير شيفت دلوقتي. هناخد الحساب عشان عندنا تاني شيفت. ميرسي يا اخي. شكرا. بس يا ريت بسرعة. لا حالا الاكل ينزل لحضرتك. شكرا. ايوه اتفضل. خليكي هنا يا زكيه لحد ما اجيلك، وانا هجيب لك الاكل اللي انت عاوزاه، بس مش عاوز مشاكل، فاهمه؟ مشاكل ايه؟ مش عاوز مشاكل. انا عمري عملت مشاكل؟ مش بقى في اي حته مقدمه. مش عاوز مشاكل يا زكيه. لا روح بقى ما تضايقنيش بقى. ماشي. هات النيله الاولى جت تاني. يوه كل يوم جوزها يجيبها هنا واحنا ندبس فيها. نوديها مصحه وخلصنا. كل واحد يتشرط عليا. انا عادي حالي وعادي حالي. تكنيره وانت عامل زي الطفاشه. مفيش حد واقف من تعال 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 بكره العيد بكره لو تضايقني هديك بكره هديك بكره هديك بكره. في ايه حضرتك؟ ايه اللي بيحصل في المحل ده؟ في ايه يا فندم؟ ايه اللي ايه مش شايف ولا عارف ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي معاه ده؟ حضرتك قاعدين في رعب. ما تخافش حضرتك يا مش خطر ازاي يعني؟ مش خطر ايه وبتاع ايه؟ مش خطر قوي يا فندم. مش خطر قوي عمال اتفرقع حاجات ايه ده؟ عشان قبل الاكل وعشان بعد الاكل. لا 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 هي مش خطر افضلها. لا 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 امشي انت ناخد الحساب كمان خد الحساب. تقعد ازاي مع واحده اتفضلوا يا جماعه ما اقدرش. اتفضل. هي ادام فرقعت البومبه حضرتك خلاص كده هتهدى. اتفضل. يا جماعه بومبه وبس يعني. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا مدام. اقعد. لا ايوه فندم.
اتفضلي. مره تانا؟ لا هنا. كل حاجه كده. اسمعي الكلام. كل حاجه كده. هتقعدي هنا يا زكيه لحد ما اجيلك ومش عاوز مشاكل، فاهمه؟ اربع انش مشاكل. مش عاوز مشاكل. روح روح روح. وانت شبه التفاشه كده. يا دي النيله قالوا ليها جت تاني. كل يوم جزء يجيبها هنا احنا نتدبس فيها. ما يوديها مصحه. طب خلصنا. يلا. كشكشة لأنك معرض نفسك قوي. أبي يعني كشكشة ما تعرضهاش. أيوه كشكشة. خدي ترهاي دي. ليه كده؟ طلقت لك البومبة. طلقت لك البومبة. مش أنت اللي طلبتي منها؟ مش عارفة أقعد في المكان. المزاجية. منها؟ ما أنت أزعجتيني. طب اقعدي بقى. اقعدي بقى. اقعدي. يعني إيه اقعدي بقى؟ يعني اقعدي. ما تفتكريش نفسك مليانة ولا اقعدي. بس اقعدي طبعا. يعني ايه مليانه؟ يعني اقعدي. بس اقعدي طول. يعني اقعدي؟ ايه يعني اقعدي؟ يعني اقعدي. انت مجنونه. انا بنت مجنونه. اقعدي احسن لك. انت ايه؟ بنت مجنونه. انت؟ اه. مع ان شكلك مدي على كويس. لا ما انا مش كويس. بخ بخ بخ. لما اقول لك بخ بخ. خلاص حد بخ. حاضر. بخ طوالي. حاضر. خدي ابني ده امشي. دلوقتي حضرتك هو في تغيير الشفت بيدفع يا مش سامع حضرتك؟ تغيير الشفت الواحد بيدفع. ايوه يا فندم. 45 جنيه. 45 جنيه؟ ايوه يا فندم. حضرتك حضرتك. ماشي 45 جنيه. لهنا وشوف يا فندم. الف شكر. ما هو الكرسي اهو اقعد هنا. لا اتفضلي هنا. طب اوعى وسع كده الكرسي شويه. يلا. نمو بقى شويه كده. حاضر. يوه. تقعدي هنا يا زكيه لحد ما اجيلك ومش عاوز مشاكل، فاهمه؟ ما بعملش مشاكل، من امتى بعمل مشاكل انا؟ قلت لك وخلاص. ما تقوليش، ايه القرف ده؟ انت شكل الطفاشه كده. الولاد دي جت تاني؟ يوه كل يوم جوزها يجيبها هنا واحنا نتدبس فيها. طب قدامها صحه طب وخلصنا. يلا يلا. مفيش حضرتك غير هي. خلاص خدها اقعدها في اي حته ولا
حضرتك يا ضربت بومبا في الارض فرقعت؟ خلاص كده هي هتهدى حضرتك. يا الدكتور وصفناها كده. اتفضل. ما تخافش يا راجل. طب انت جريت ليه؟ جريت قاعد باكل واحده بترقص قرود جنبي. واحده بترقص ايه؟ قرود. انا برقص قرود ازاي ده؟ يا راجل حرام عليك. انا مش انت بتدعي ادعاء باطل. ادعاء باطل ايه ده؟ انا بلعب بالبتاع بالبومب بتاع. انا بهزر معاك. ده انت خليتني نهار ابيض. طب دلوقتي اللي حصل ده اتصور. لو حضرتك عايز تذيع قول ذيع، مش عايز تذيع ما تذيع. لا طبعا فقره حلوه دي لازم تتذاع طبعا. نذيع؟ طبعا. لا طبعا نذيع طالما مع حضرتك بالجمال. نذيع؟ مفيش مشكله. شكرا. نذيع؟ نذيع. اتفضل ذيع سيادتك.